إذا ذكرت العقر ذكرت نزوة، وإذا ذكرت نزوة تتبادر إلى الذهن منطقة العقر، حيث القلعة الشهباء الشامخة والسوق الأشهر في داخلية عمان، وهذه الحارة العريقة مترامية الأطراف. حارة العقر إحدى أشهر الحارات العمانية، تضم بعضاً من أقدم مساجد عمان ونحواً من 1000 بيت، مكونة فيما بينها ما يشبه البناء المرصوص الممتدة باتجاهات مختلفة، تفصل بين أجزائه طرقات يؤدي بعضها إلى مسجد وبعضها إلى مدرسة وأخرى إلى مرفق عام يخدم سكان الحارة. تخطو فيها أقدامك ليتراءى لك عالم مر هنا وفقيه يلقي درسه هناك. بيوت الحارة يتألف معظمها من دورين، مبنية باللبن القائم على أسس مضفورة بالحجارة، وبعضها قد يرتفع إلى 3 طوابق، وتكون مادة بنائها الجص والحصى. تتزين هذه البيوت بنوافذها الخشبية المشرعة على الطرقات أو على بساتين النخيل المجاورة، وأبواب خشبية محفورة بنقوش جميلة، وكتابات يؤرخ بعضها إلى فترة الإمام سلطان بن سيف اليعربي لا زال يحتفظ بهيبته منتصبا في بيت قريبا من مسجد المزارعة. في هذه المنطقة الكثير من المآثر، ومن أعظم هذه المآثر الموجودة في هذه المنطقة القلعة الشهباء التي كانت مستقرا للأئمة الذين حكموا عمان، وكذلك فيها السور الممتد على بعد 2 كيلومترين، ويعتبر هذا السور حماية لهذه المنطقة. ولا شك أن هذا يعد من الهندسة المعمارية التي اتسم بها العمانيون، وقد أشرف على هندسة هذا السور وهذه الأبواب مجموعة من الفقهاء، ولكن في نفس الوقت كانوا من المهندسين المشهورين، ومن ضمنهم محمد بن القاسم وسليمان بن سيف بلاريات ومحمد بن سعيد. هؤلاء 3 كان الإمام سلطان بن سيف يستعين بهم في هندسة هذا السور وهندسة هذه الأبواب وتحصين هذه المنطقة. وبالمناسبة اشتهرت هذه القبيلة بلاريات والصحيليين بالهندسة المعمارية. حارة العقر تزهو بوجود بعض من أقدم مساجد عمان، فمسجد الشواذنة ببنائه الشامخ يعود إلى 7 للهجرة، وليس ببعيد عنه مسجد المزارعة الذي يعود إلى 3 للهجرة، وقد تم ترميم المسجدين يعمران بذكر الله والمصلين. حارة بهذه الأهمية تاريخاً وسكاناً كان لابد أن يكون للمدرسة فيها دور كبير، فظهرت مدارس عديدة، أهمها مدرسة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي في قلعة نزوة التي انتظم فيها 10 دارسين من أنحاء عمان، واتسعت آفاقها لتضم بين طلابها دارسين من الأراضي اليمنية والسعودية وزائرين لطلب العلم من المغرب العربي. تخرج فيها أكثر من 120 عالما وفقيها نشروا العلم والمعرفة داخل عمان وخارجها.
منطقة العقر سكنها مجموعة كبيرة من العلماء والفقهاء، بل أنها كانت موئلا للعلماء الذين يأتون من خارج نزوى، بل أن في هذه المنطقة انتشرت المدارس في المساجد، فهنالك مدرسة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي في قلعة نزوى أو في حصن نزوى، ومدرسة الشواذنة التي كان يدرس فيها الشيخ سعود بن أحمد الإسحاقي وقبله الشيخ عامر بن خميس المالكي. فاجتمع العلماء وطلبة العلم في هذه المنطقة، ومن أشهر أولئك العلماء الذين عاشوا في هذه المنطقة الشيخ ناصر بن خميس الحمراشدي، الذي كان يعد مفتيا للدولة اليعربية، وله الكثير الكثير من الفتاوى المبثوثة في كتب الآثار والمخطوطات، ككتاب لباب الآثار وكتاب الكوكب الدري وغيرها. الحارة يحيط بها سور منيع يقدر طوله بأكثر من 2000 متر، تتخلله 4 مداخل تعرف بالصباحات، ولها مسمياتها المعروفة: الشجبي والصبخة والسوق وأبو المؤثر. وهذا الصباح الأخير نسبة إلى الشيخ أبي المؤثر الصلت بن خميس الخروصي. وفي غفلة من الزمن هجر الحارة سكانها، وبدأت منازلها تفقد عنفوانها الذي عرفته على مر الحقب. كانت مزهوة بأهلها، فبدأت تنهار أمام عوامل الزمن، حتى انبرى لترميمها ثلة من أبناء نزوى وشبابها. رأوا منازل الصبا ومدارج الطفولة تتكوم أمامهم، فكانت همتهم التي أعادت إلى بيوت عديدة الحيوية والجمال، وبدأ يستقيم من حنى من أصلابها، فشرعت نوافذها من جديد للقادمين من أصقاع الأرض، يتنفسون حياة الحارة العمانية التقليدية بثقافتها التي وسعت العالم. طبعا الحارة كانت قبل الترميم مندثرة جدا ومنازلها متهدمة، وبعض ما أخذت الشركة عاتقها في ترميم بعض من المنازل في هذه الحارة، حارة العقر. الحمد لله تم انتشال هذه المنازل المتهدمة وقمنا بترميمها، والله الحمد أصبحت يعني منازل جيدة للسكن، وأصبح إلها سمعة جيدة على مستوى المحلي والدولي. الحمد لله بفضل جهود شركة بوارق النزوة الدولية للاستثمار في تنمية حارة العقر وترميمها، أصبحت لهذه الحارة سمعة على مستوى العالمي والدولي، يقصدها السواح من مختلف دول العالم، وصارت نفس الشيء هي كمدرسة احنا نعتبرها للدارسين في الجامعات والكليات، وهم حقيقة يعني يقصدوا هذه الحارة بين فترة وفترة للاطلاع على تجربة الشركة وعلى هذه الإنجازات في ترميم هذه الحارة.